بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الكارديك بروبلمز اللي بتحصل أثناء البريجنانسي، لكن في الأول نحب نتكلم شوية عن الهيمودينامكس اللي بتحصل والتشينجز في الهيمودينامكس اللي بتحصل أثناء البريجنانسي. ففي البداية عندنا في increase في الكارديك أوتبوت عن طريق إن في increase في الهارت ريت والبلازما فوليوم، تمام؟ فبالتالي تقريبا بيزيد الكارديك أوتبوت حوالي 30 ل 50%. كمان بتنزل الفاسكولار ريزيستنس، بتقل سيستميك فاسكولار ريزيستنس نتيجة اللو ريزيستنس في البلاسينتال سيركيوليشن، فبتؤدي إلى ديكريز بريفرال فاسكولار ريزيستنس، وده بيؤدي إلى نزول في الدايستوليك بلاد بريشر، وكمان ممكن السيستوليك بلاد بريشر يقل. الاتنين تقريبا بيقلوا من 5 ل 10 مليمتر مركري نتيجة اللوكال فازودايلاتوري افكتس of the hormones during pregnancy with blood pressure nadering in the second trimester. يعني أقل انخفاض أو أشد انخفاض بيكون في ال second trimester and gradually rising thereafter. بيحصل physiologic anemia، وده بيبقى نتيجة زيادة في حجم البلازما فوليوم compared to red blood cell mass، فبالتالي بيبقى نوع من الديليوشن، فممكن الهيموجلوبين يقل، وبنعتبر يعني up to 11 هيموجلوبين يعني جرام بير دي سي لتر هيموجلوبين ليفل از نورمال اثناء البريجنسي. كمان بيحصل decrease في البلمونري فاسكولار ريزيستنس حوالي 24%، وبيوصل لذروته تقريبا في الاسبوع الثامن من الحمل. Thus mean pulmonary artery pressure should not increase in normal pregnancy. أثناء الدليفري بيحصل شوية تغيرات كمان، بالإضافة للزيادة اللي حصلت في الكارديك أوتبوت بتزيد اكتر الكارديك اوتبوت حوالي 50% اثناء الاكتيف ليبر، وبتوصل الزياده الى 80% immediately بعد الولاده في البوست بارتم بيريود، وده في الغالب نتيجه البين ميديتد كاتيكولامينز. دنس ابيديورال انستيزيا كان significantly reduce swings in heart rate and blood pressure، ونتيجة إن الألم بيقل، فبالتالي الإفكت بتاع البين ميديتد كاتيكولامينز بيقل، فبالتالي الزيادة الملحوظة في الكارديك أوتبوت أثناء الأكتيف ليبر هيقل. البريلود إنكريز حوالي 300 ل 500 ملي لتر نتيجة إن الدم بيرجع من اليوترس واللور اكستريميتيز after relief of infusion cava pressure with delivery. يعني كمية الدم اللي كانت موجودة في اليوترس وفي ال lower extremities، تمام، كان في نوع من ال congestion في ال lower extremities، كل ده بيرجع لل circulation، فبيؤدي إلى زيادة في حجم ال venous return لل heart. كمان في 500 ملي from the vaginal delivery and 1000 ملي of blood loss أثناء cesarean section is expected. Systemic vascular resistance also increases after placental delivery. احنا قلنا ان اثناء الحمل ال peripheral vascular resistance بتقل، وده يمكن بيقلل شوية ال blood pressure وخاصة ال diastolic blood pressure، لكن after delivery الفاسكولار ريزيستنس بتزيد، لان كان المسؤول عن نزول الريزيستنس البريفيرال فاسكولار ريزيستنس هو البلاسينتال سيركيليشن اللي فيها لو ريزيستنس، لكن مع غياب البلاسينتال سيركيليشن بترجع تاني البريفيرال فاسكولار ريزيستنس الى الزياده، فبالتالي الهيمودينامكس بترجع للبيز لاين قبل الحمل تقريبا اسبوعين بوست بارتم، but not completely normalize until 6 months after delivery. ويمكن ده رسم بيوضح النورمال هيمودينامكس اثناء البريجنانسي وفي البوست بارتم بيريد.
بالنسبة للفيزيكال اكزامينيشن أثناء النورمال بريجنسي بنلاقي فيه تغيرات كلها لها علاقة بزيادة حجم البلازما فوليوم وحجم الكاردياك اوتبوت وممكن الانكريز في الكاردياك ورك، فبنلاقي فيه انكريز في ريسبيراتوري ريت اند هارت ريت، بنلاقي الجاجولار فينوس بالسيشن بروميننت بات نوت الفيتد، يعني لما نيجي نقيس الجاجولار فينوس بالس بنلاقي مفيش اليفيشن في الفينوس بريشر لكن بنلاقي بروميننت بالسيشن. ديفيوز ديسبليسد ايبكس بالبابول رايت فنتريكولار امبلس، كمان بنلاقي لاود اس 1 وفي بيرزيستنس سبليتنج في السكند هارت ساوند، كمان ممكن نلاقي الاس 3 نتيجه الزياده في حجم بلاد فوليوم، زياده في نتيجه البريلود انكريز اللي بيحصل نتيجه البلازما فوليوم انكريز، ده بيؤدي الى وجود ثيرد هارت ساوند ممكن يتسمع اثناء البريجنسي بشكل نورمال. بالاضافه الى ممكن نلاقي فلو ميرمرز زي ممكن نلاقي سيستوليك اجكشن ميرمر اوفر ذا ليفت لور ستيرنال بوردر. الايكوكارديوجرافيك فيتشرز اوف نورمال بريجنسي نتيجه شيوع استخدام الايكو في البريجنسي، طبعا او الافيلابيليتي اوف ذا ايكوكارديوجرافي، يعني ينصح ان الايكوكارديوجرافي يتم عمله لاي بيشنت او لاي بريجننت وومن شاكين ان عندها كارديوفاسكولار باثولوجي. اثناء النورمال بريجننسي بيكون في انكريز في حجم الهارت بشكل عام، كل الشامبرز بيحصل لها دايليتيشن وبتزيد في الحجم مقارنه بالنون بريجننت فاليوز، لكن بشرط ان هي ما تعديش الابر ليميت اوف نورمال. الشامبر دايليتيشن ممكن يؤدي الى نوع من الانيولر دايليتيشن في بعض الفالز، فبالتالي هيؤدي الى فيسيولوجيكال ريجرجيتيشن اوف ذا ميترال تريكاسبيد اند بالمونري فالز، لكن اورتيك ريجرجيتيشن مفروض ان هو نورمالي ما يحصلش اثناء البريجنسي، لكن other than الاورتيك فالف ممكن نلاقي some physiologic regurgitation of the mitral, tricuspid or pulmonary valves. Biventricular function should remain within normal limits. وبالاضافه الى ان ممكن نلاقي pericardial effusion في بعض pregnant women، حوالي 40% من pregnant women ممكن نلاقي فيهم pericardial effusion. بالنسبة للبيشنت اللي عندها cardiovascular disease قبل البريجنسي، مفروض مالتي ديسيبلينري تيم يمانج لحالتها اثناء وقبل، يمكن حتى يعملها ايفالويشن واثناء الحمل، نشوف البوتنشال ريسك اللي ممكن تحصل، وهل في اصلا يعني هل في داعي ان احنا نمنع الحمل والبيشنت تمشي على كونتراسبتيف ميثود، ولا في فرصة انها تحمل تاني، واثناء الحمل ايه المطلوب عشان نتجنب الادفيرس اوتكمز اللي ممكن تحصل. Preconception cardiologist should discuss maternal cardiac risk, fetal risk، هل في خطورة على الام، خطورة على البيبي. Genetic consultation when appropriate، مفروض نشوف هل في اي hereditary او genetic disease في محتمل انها تنتقل للفيتس. كمان بدنا نشوف بنعمل موديفيكيشن للكارديوفاسكولار ميديكيشن prior to pregnancy، قبل البريجنسي لازم نتاكد ان الادويه مناسبه للبريجنسي وان مفيش حاجه تراتوجينيك بتاخدها البيش المذر. بلان فور بوست بريجنسي كونتراسبشن، يعني احنا داخلين على حمل وفي مشاكل ومحتاج متابعه، وبعد الحمل هناخد ايه وسيله منع حمل عشان مش نفاجئ تبقى البيشنت لسه طالعه من الحمل ومنهكه وما تعافتش بشكل كامل من المشاكل الصحيه الكارديوفاسكولار ديزيز بتاعها ونلاقيها داخله في حمل تاني. Preconception testing to aid in risk assessment، اول حاجه بنعمل حاجه اسمها exercise test for evaluation of functional capacity، تشوفها وضعها ايه وهتقدر تتحمل الهيمودايناميك تشينجز اللي ممكن تحصل ولا لا.
خاصة في البيشنتس اللي بيشتكوا من asymptomatic severe valvular stenosis. كمان consider cardiopulmonary exercise testing in women with complex congenital heart disease زي مثلا tetralogy of Fallot. Consider obtaining preconception transthoracic echocardiography both to aid in risk assessment and to use referral أو يعني نشوف ده يبقى بيز لاين بالنسبة لنا عشان نقدر نتابع patient أثناء البريجنسي ونشوف هي قبل البريجنسي كان وضعها إيه. وكمان obtaining برو بيتا تايب natriuretic peptide قبل الكونسبشن، وكمان عشان ده يبقى بالنسبة لنا مرجعية لأثناء الحمل لما نيجي نتابعها. كمان ensure imaging of the entire aorta in those with aortoboses اللي عندهم مشاكل في الأورطة مفروض نشوف نعمل imaging للأورطة. بالنسبة للبيشنت اللي عندهم valvular heart disease ايه الوضع اثناء البريجنسي؟ بالنسبه للامهات اللي عندهم المغيرين فالف بروستيتيك فالف فالف صناعي especially لو ميكانيكال، للاسف بتزيد احتمالات المشاكل maternal events during pregnancy، خاصه كمان ان البيشنت دول ممكن يحتاجوا الى نوع من الانتي كواجيليشن في حالات الميكانيكال فالف هنتكلم عنه بعد كده. كمان الـ valve repair should be performed when possible in woman or childbearing period to avoid the need for valve prosthesis. لو في إمكانية إن احنا نعمل valve repair هيبقى أفضل من الـ valve prosthesis. ولما هنحتاج نعمل valve repair أو مش هنقدر نعمله ممكن نكونسيدر بايو بروستيتيك فالفز، وده بيكون يمكن أفضل لو البيشنت عاوزة تحمل لكن للأسف في مشاكل. طبعا هو يعني هو يمكن أفضل من الميكانيكال فالف في إن هو عنده lower risk of thrombosis and don't require systemic anticoagulation، مش محتاجين ندي anticoagulant ونعرض المذر pregnant woman للبليدنج أثناء البريجنسي. كمان يعني قليل ما بس عليه thrombosis لكن مشكلته إن ليه higher rate of deterioration than mechanical prosthesis لانه نسيج حيوي فبالتالي ممكن يحصل له ديتيريوريشن اسرع من ميكانيكال بروسيسز. لكن الويذر بريجننسي اكسلريتس ستراكشر فالفز ديتيريوريشن ريمين كونتروفيرسيال. كمان الميكانيكال فالفز مشكلتها ان فيها increased risk of mortality during pregnancy as well as major complications including valve thrombosis and maternal and fetal hemorrhage نتيجة ان البيشنت بتكون ماشية على anticoagulation. وطبعا الانتيكواجوليشن بيكون مطلوب في للبيشنت اللي عاملين ميكانيكال فالف ريبليسمنت. Optimal means of maintaining therapeutic anticoagulation during pregnancy remain controversial، ودي مشكلة. طبعا الانتيكواجيليشن طبعا بيشمل في يعني مشكله لان البيشنت ماشي على وارفرين ممكن دوزس عاليه تكون تراتوجينيك، بالاضافه الى ان السيستميك او الثيرابيوتيك دوز في انتيكواجيليشن ممكن يؤدي الى فيتال هيموريج بالايجنتس اللي بتعدي البلاسينتا and the maternal hemorrhage at time of delivery أثناء الدليفري ممكن الهيموريج يكون شديد ويؤدي إلى life threatening condition. يمكن استخدام الإبيديورال أناستيزيا كمان بيمثل خطورة ويعتبر contraindicated in the anticoagulated patient، يعني حتى إن الأمريكان سوسايتي أوف ريجنال أناستيزيا بتريكومند إن احنا نوقف الأنفراكشنيتد هيبرين تقريبا من 4 إلى 6 ساعات قبل الـ قبل الابيديورال اناستيزيا، وفي حاله لو البيشنت ماشي على لو موليكولار ويت هيبرين هنوقفهم 24 ساعه قبل ما نعمل الابيديورال اناستيزيا. والولاده بقى لو بدات والعيانه ماشيه على ثيرابيوتيك دوز من الانتيكواجيليشن طبعا السيزيريان سيكشن
should be performed due to the risk of fetal hemorrhage and vaginal delivery. مش عاوزين اي ستريس لا على الام ولا على الفيتس اثناء الدليفري. فبالتالي لو البريجننت وومن دخلت في ولاده وهي انتي كواجليتد ومش قادرين نوقف او مش قادرين بقى ايه نخليها تصبر شويه لما نوقف فتره قبل الايه الليبر، فساعتها يبقى سيزيريان سيكشن هو الخيار الانسب. الامريكان هارت اسوسيشن والامريكان كارديولوجي سوسايتي الاثنين بيركومند ذا اديشن اوف اسبرين ديورينج سكند ثيرد ترايمسترز. الوارفرين ممكن نديه في الفيرست ترايمستر لو الدوز صغيره اقل من 5 مللي جرام بير دي، لان التراتوجينستي او التراتوجينيك افكت اوف كومادين اللي هو الوارفرين يعتبر دوز ديبندنت. لكن لو البيز لاين وارفرين دوز اكتر من 5 مللي جرام بير دي البيشنت المفروض يتجنب بقى الوارفرين في الحالة دي، ونغير الانتي كواجيليشن الى اذر ايجنت زي مثلا لو موليكولار ويت هيبرين او دوز ادجست كونتينوس اند فراكشنيتد هيبرين انفيوجن، وده طبعا في الفيرست ترايمستر. وبعد كده في السكند ترايمستر ممكن نرجع تاني للوارفرين عشان بيكون احتمالية التراتوجينستي اقل طبعا بعد اول 3 شهور من الحمل. البيشنت should be transition from warfarin to dose adjusted continuous unfractionated heparin prior to planned delivery. ليه؟ لان الوارفرين عشان الافكت بتاعه يروح ويرجع الاي ان ار او البي تي النورمال بياخد له حوالي 3 4 ايام، لكن البيشنت وهي ماشيه على الانفراكشنيتد هيبرين خلاص وانا داخل على السيزيريان او مخطط للولاده ممكن اوقفها فيو اورز من 4 الى 6 ساعات قبل الايه المانوفر اللي هعملها او قبل الانترفنشن اللي هعملها. systemic anticoagulation should be reinitiated with unfractionated heparin bridging when needed as soon as possible after delivery. يبقى بنبدأ على طول بالunfractionated heparin بعد الولادة مباشرة. Use of low molecular weight heparin during pregnancy require frequent monitoring and dose adjustment of the volume of distribution and renal clearance significantly changed during pregnancy. فبالتالي يحتاج adjustment، وده ممكن نعمل weekly anti factor 10 active peak and the consideration measuring trough low molecular weight heparin levels to guide dose adjustment. فاحنا ممكن نبقى نقيس كل اسبوع الانتي فاكتور 10 بيك، وكمان ممكن نقيس التراف لو مولكيولار ويت هيبرين ليفلز، يعني التراف اللي هي الدو الكونسنتريشن في البلد قبل النكست دوز عشان نقدر نعمل دوز ادجستمنت. وده ليه؟ لان زي ما قلنا ان الفوليوم فوليوم اوف ديستريبيوشن بيؤدي الى تغير في الرينال كليرانس للموليكيولز دي، فبالتالي ما نقدرش نتوقع الثيرابيوتيك دوز. فعشان كده بنحتاج ان احنا نتابع ونعمل دوز ادجستمنت عشان بيشنت ما يحصلهاش بليدنج نتيجه ان الدوز تبقى عاليه عليها. البيشنتس ار ات هاي ريسك اوف ادفيرس ايفنتس وين ترانزيشنينج بتوين انتي كواجلانتس اور اف انادكويتلي مونيتورد and those adjusted throughout pregnancy. يعني العيانة كل ما احنا عمالين ننقلها من anticoagulant من نوع للتاني او ان احنا مش بنتابع كويس الدوز او مش بنعملها adjustment كويس، كل ده ممكن يعرضها لخطورة اثناء البريجنسي. بالنسبة للفالفلر هارت ديزيز أثناء البريجنانسي هنتكلم عليهم بقى تقريبا واحد واحد كده بسرعة. الميترال ستينوز طبعا موست كومنلي روماتيك وبيحتاج يعني تدخل انترفنشن، بنعمل تدخل لو الفالف اريا أقل من 1 سنتيمتر مربع
and consider in patient with valve area أقل من 1.5 سم مربع. فلو ال valve area صغيرة جدا أقل من 1 كيوبيك سنتيمتر ده هيحتاج intervention قبل الحمل. Symptomatic pregnant patient should be treated with beta-1 selective blockers for heart failure, for heart rate reduction and activity restriction. If symptoms persist despite adequate heart rate control, بنضيف diuretics. Percutaneous mitral valvoplasty should be considered for persistent symptoms and or pulmonary hypertension despite optimal medical therapy. يعني ممكن نريكومند فالف ريبير او فالف بلاستي لو البيشنت ستيل سيمتوماتيك او ان البالمونري هايبرتنشن لسه ستيل فيه بالمونري هايبرتنشن على الرغم من الاوبتيمال ميديكال ثيرابي وريستريكشن اوف اكتيفيتي. البيشنت ويز ميترال ستينوزس اند اي اف or previous cerebrovascular events تعرض قبل كده لأي cerebrovascular stroke should be anticoagulated during pregnancy for prevention of embolic events. يعني طبعا احنا عارفين ان الميترال ستينوزس ممكن يؤدي الى atrial fibrillation والبيشنت ممكن يبقى discovered accidentally في الاي سي جي او ان هو للاسف تكون اتعرضت قبل كده لستروك from embolic stroke. فبالتالي في كلتا الحالتين ان الاي اف discovered سواء accidentally او نتيجة تعرض لستروك قبل كده فالبيشنت لازم تكون therapeutically anticoagulated عشان نمنع further stroke او عشان نمنع حدوث ستروك لو ما كانش تعرضت قبل كده لستروك. الـ atrial fibrillation is often poorly tolerated and may require cardioversion to sinus rhythm during pregnancy. طبعا الـ atrial fibrillation مشكلة البيشنت ان هو بيكون بتعاني من manifestations of heart failure ودخولها في البريجننسي بيكسربيت وبيرسبتيت يا اما بيخلي عيانة manifestations of heart failure more severe وده اللي بيخلي الكارديو فيرجن ممكن يكون خيار افضل اثناء البريجننسي عشان نرجحها للساينس ريزم ونتجنب الخطورة دي. Aortic stenosis طبعا بالنسبة للإتيولوجي most commonly bicuspid أو unicuspid valves. بالنسبة للسيفير asymptomatic aortic stenosis can be tolerated أثناء البريجنسي but women should be followed closely in pregnancy. وقبل البريجنسي مفروض نعمل exercise testing when possible to confirm asymptomatic state. Patient with symptomatic aortic stenosis أو left ventricular systolic dysfunction preconception should be intervened upon prior to pregnancy. يعني ما ينفعش إن عيانة تكون symptomatic أو عندها left ventricular systolic dysfunction تدخل الحمل وهي متشخصة بالشكل ده، لازم قبل ما تحمل تكون تم التعامل معاها وتم عمل اللازم سواء كان valve repair أو valve replacement. Severe symptomatic aortic stenosis consider balloon valvoplasty during pregnancy if symptomatic despite medical therapy. طبعا مش هنعمل الفالف ريبير او الفالفوبلاستي initially، احنا الاول هنعالج بالميديكيشنز وبعد كده لو البيشنت still symptomatic despite medical therapy for temporary relief of obstruction during pregnancy لازم بقى نعمل الايه الفالفوبلاستي. Definitive therapy can then be deferred to postpartum وهنأجل بقى تدخل النهائي إلى ما بعد الحمل. Aortic imaging should be obtained preconception عشان نتأكد إن الأورطة في مشاكل ولا مفهوش أو أثناء يعني إما قبل الحمل أو early in pregnancy. Will not evaluate preconception in patient with bicuspid disease to evaluate for presence of aortic pathology. شوف في هل في aneurysmal dilatation ولا ما فيش.
بالنسبة بقية الفالفات في الريجورجيتيشن في الميترال أورتيك أو ترايكاسبيد فالفز، بيكون السبب في الغالب يعني most commonly rheumatic mitral valve prolapse bicuspid aortic disease أو Epstein anomaly tricuspid regurg أو نتيجة endocarditis قديم ال patient تعرضت له أو حالي أو recent endocarditis. Diuretic therapy for symptomatic patients due to decrease of systemic venous resistance during pregnancy. Regurgitant lesions are often well tolerated. يبقى ال peripheral vascular resistance بيقل، فبالتالي ال manifestations بتاعت ال regurgitant ما بتبقاش عنيفة، وال patient يعني معظم ال regurgitant lesions بتبقى well tolerated أثناء ال pregnancy. بعد الحمل ما بينتهي وال patient بتولد، ال systemic venous resistance suddenly increase and the total body volume remains high. لسه ال blood volume عالي وال systemic vascular resistance بيزيد نتيجة انتهاء ال placental circulation. As such patient may be at greatest risk for heart failure in the early postpartum period. فنفس السبب اللي خلى وجود ال low resistance placental circulation بيسهل او بيحسن او بيخلي المريضة تتحمل ال regurgitant lesions، البلازما فوليوم بيزيد، وفجأة مع غياب السبب اللي كان مقلل السيستميك فينوس ريزيستنس بيرجع يزيد فجأة، وفي الوقت اللي البلاد فوليوم ما بيقلش في المقابل، فبالتالي بيخلي الهارت فيل مانيفستيشنز اكسسربيتس. بالنسبة للبلمونري ريجيجيتيشن موست كومنلي بيكون ناتج عن التترالجيو فالوت ريبير right ventricular function and or branch pulmonary artery stenosis increase the risk of adverse events most commonly right sided heart failure. بالنسبة للبلمونري stenosis most commonly congenital even severe stenosis is usually well tolerated during pregnancy. بالنسبة للبريجنسي pregnant woman ممكن تتعرض لمايوكارديال انفاركشن more commonly than non-pregnant woman، ويمكن السبب هنا بيرجع للأثيروسكليروزس والكورونري ارتري ديزيز والكورونري ثرومبوزس نتيجة الهايبر كواجيبل ستيتس اوف بريجنسي. معظم حالات ال pregnancy associated myocardial infarction بتكون late in pregnancy أو early في البوستبارتم في البوستبارتم period. نيجي هنا للبيريبارتم كارديوميوباسي، ده بيعرف ك development of left ventricular systolic dysfunction between the last months of gestation and 5 months postpartum in the absence of another identifiable etiology. طبعا هنا في الحالات دي بيبقى ال left ventricular ejection fraction بيقل عن 45%. طبعا ال incidence بيختلف، يعني في ال US من تقريبا 1 إلى 3000، ممكن يوصل 1 إلى 100 في بعض الأماكن في أفريقيا، ويوصل 1 إلى 300 في هايتي. طبعا treatment of peripartum cardiomyopathy as for acute systolic heart failure due to other etiologies بيتعامل كهارت فيلير كسيستوليك هارت فيلير في غير البريجننت وومن، بس بنحط بعض الاعتبارات ان لازم الميديكيشن يبقى مناسب للحمل، فالايس انهبيتورز الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز السبيرونولاكتون ار اول كونترا انديكيتد ديورنج بريجنسي، لكن ممكن تكون النيتريتس والهيدرولازين خيارات انسب. وكمان البيتا بلوكرز خاصة البيتا 1 سيلكتيف بلوكرز كان بيوتيلايز از ماتيرنال بينفيت سيجنيفيكانتلي اوت ويت ذا بوتنشال ريسك of intrauterine growth retardation.
اللوب دايوريتكس برضو ممكن نستخدمها عشان نقلل الاوفرلود. ديجوكسين ممكن برضو يبقى ليه بعض الفوائد. ريسك فاكتورز فور لاك اوف ليفت فنتريكولار فانكشنال ريكفري انكلود ليفت فنتريكولار ريجكشن فراكشن اقل من 30%. بالنسبة للوومن with a history of peripartum cardiomyopathy has high risk of adverse events during subsequent pregnancy. عشان كده البيشنت لازم تقيم بعد في فترة الريكفري. لو البيشنت في left ventricular ejection fraction recovered to more than 50% are at low risk of maternal mortality during the subsequent pregnancy. لكن still high 20% risk development of heart failure and recurrent left ventricular dysfunction. لكن في حالة لو ال patient left ventricular ejection fraction remain less than 50 prior to subsequent pregnancy, ال patient بتكون معرضة ل high risk of symptomatic heart failure and worsening systolic dysfunction and mortality in the subsequent pregnancy. So pregnancy is very high risk and should be discouraged. المفروض ال patient لو مش recovered ال ejection fraction left ventricular ejection fraction أكتر من 50%، فاحنا هنا بننصحها بأنها ما تحملش تاني عشان خطورة الحمل عليها أكتر بكتير من احتمالات نجدها. نيجي هنا للأريزميا. طبعا بنقول ان الأريزميا is more common during pregnancy than during non-pregnant state. Patient with pacemakers should have device function checked pre-conception. لازم نفحصها قبل الحمل. في البيشنت اللي عندهم high risk for arrhythmia, telemetry should be considered both during labor and for at least 24 hour postpartum. Electrical cardioversion should be performed for hemodynamically significant arrhythmia. لو الأريزميا مأثرة بشكل significant على الهيمودينامكس، عاملة hypotension, tachycardia مأثرة جامد، أو patient داخلة في شوك، ففي الحالة دي لازم نفكر إن إحنا هنحتاج نعمل لها electrical cardioversion. بالنسبة لـ supraventricular tachycardia are the most common sustained arrhythmia during pregnancy. In the acute settings, intravenous adenosine may be used for vagal maneuver failure. لو احنا حاولنا نعمل vagal maneuvers وما نجحتش، فهنبدأ نديها intravenous adenosine. بالنسبة للاتريال فيبريليشن، البيشنت لازم تكون ثيرابيوتيكالي anticoagulated. وبالنسبة للفنتريكولار تاكي كارديا، لو الهيموداينامكس instability should be treated with electrical cardioversion, may be managed acutely with intravenous lidocaine during pregnancy but not during delivery. Amiodarone should be avoided unless absolutely necessary due to potential fetal toxicity. بالنسبة للدليفري، vaginal delivery is generally performed بشكل مفضل، هو preferred unless cesarean section is required for obstetric indications. Use of epidural anesthesia is typically advised in patients with pre-existing cardiovascular disease to blunt hemodynamic changes that result from pain during labor and delivery. يعني احنا اثناء النورمال او الاكتيف ليبر ممكن يحصل تغيرات عنيفه في البلاد بريشر والهيمودينامكس، لكن الابيدورال انستيزيا ممكن يقلل التشنجز دي، فبالتالي بيكون امن على البيشنت اللي عندها بري اكزيستنج كارديوفاسكولار ديزيز. اسيستنت سكند ستيج كان بي كونسيدرد فور وومن ان هوم فالزالفا
should be minimized. يعني البيشنت اللي خطر عليها انها تحزق فبنعمل ايه؟ assisted second stage of delivery. cesarean section should be performed for women on warfarin at the time of delivery onset due to the risk of fetal hemorrhage. In addition, cesarean section be considered for patient with intractable heart failure, significant aortopsis, and severe pulmonary hypertension. Invasive hemodynamic monitoring is rarely required, can be considered for patient with significant pulmonary hypertension. Thank you.